مفيش بني ادم مفيهوش عيوب، وكل بني ادم مننا عارف انه عنده عيوب، بس في ناس كده او نوعية من الناس هي عارفة ان عندها عيوب، بس دايما لما تيجي تتعامل معاك بتلاقيها دايما بتعايرك بعيوبك انت، ودايما بيبقى هدفه الاساسي ان هو يطلع نفسه ان هو كويس جدا، وانه يطلع لك انت ويظهر لك عيوبك على قد ما يقدر. فبلاش تبقوا كده، وخليكوا ناس سوية في نفسكوا، وما تظهروش لحد عيوبه، وما تعايروش حد بعيوبه، لان فعلا ده ناقص، والشخص اللي بيعمل كده هو فعلا شخص ناقص ومش عايز يشوف عيوبه، فبيحاول يظهر عيوب الناس التانية. ربنا ما خلقش فينا حد كامل، خلقنا كلنا فينا عيوب، فلازم نتقبل عيوب الاخرين ونتقبل عيوبنا احنا شخصيا، وما نعايرش حد بعيوبه، عشان ده فعلا شيء مش كويس خالص. حاولوا تعيشوا الحياة ببساطة شوية، وحبوا نفسكم وحبوا الناس، لان انت مش احسن من حد، ومفيش حد احسن منك. سلام.